برحب فيكم إخوتي المشاهدين عبر شاشة اللوميار والفضائي نورسات بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مسكونيات بمناسبة اليوبيل الخمسيني لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط. بهاللقاء بسني رحب بالدكتور مريم خايل. أهلا وسهلا فيك دكتور، نشكرك على حضورك معنا بهالحلقة وعزبناك كرمال تنسمع شهادتك حول مجلس كنائس الشرق الأوسط. وحضرتك كنت رئيسة الكلية اللاهوت للشرق الأدنى سابقا، وكنت عضو بهالمجلس كنائس الشرق الأوسط، صحيح؟ طيب دكتور، بداية فيك تحدثينا شوي عن خبرتك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، يعني شو كيف تدخلتي إلى هالمجلس وشو الدور اللي لعبتيه بقلب هالمجلس؟ أولا بهني المجلس بعيده الخمسين، وبشكر الله على وجود هالمجلس، مجلس كنائس الشرق الأوسط. وأنا أنظر لهالمجلس كحركة حياة، كموفمنت، ظاهرة مباركة، عنوانها انفتاح، تعاون، حوار، خدمة مشتركة بين التراثات الكنسية. فالمجلس بقعة ضوء بفتكر بحياة الكنيسة بالشرق الأوسط، وفينا نحكي، فيني يعني فكر فيه كرابطة ربطت تراثات كنسية متعددة من أجل تقديم شهادة موحدة ليسوع المسيح، من أجل حوارات للتعرف على بعض والتعلم من بعض، وحدة الشهادة وتنوع التراثات. أول ما بدأ المجلس كان عنده هاي النظرة هاي، يعني أول ما تأسس كان عندهم هالتوجه هيدا إنه نقدر نكون هالبقعة الضوء، الكلمة الحلوة اللي قلتيها بهالشرق كله أنا للكنائس. بفتكر يلي أسسوا المجلس كان عندهم هيدا، وإلا ما كان في لزوم للعمل يلي عملوه. ولا صاروا مع الوقت يلاقوا في حاجات أكثر إنه يتضامنوا أكثر، ويعني الظروف كانت تجبرهم. مع إنه الكنيسة المسيحية بدأت بالشرق، الشرق الأوسط، في لبنان وسوريا وفلسطين، والشهادة المسيحية انتشرت من هون وراحت لكل العالم، لكن الوقت يلي أسس فيه أو بدأ فيه مجلس الكنائس كان وقت بحاجة لإله، لأن بسبب التاريخ والاختبارات والتراثات يلي وصلت إليها الكنيسة صار في ما نسميه الطوائف، والطوائف اللي كانت موجودة مع احترامي لكل الطوائف كانت وقتها وفي كل وقت، كل وحدة عم تعمل لحالها، عم تخدم لحالها، عم تشتغل لحالها، وكأن كان في شهادة من قسمي، وكان ضعيف نوعا ما لما يكون ما من في قسمي، شك لأنه ما كانت الانقسام بيعطي ضعف. كل الكنيسة كانت عم تشتغل لحالها، عم تعمل جهدها طبعا، لكن كان في حاجة لشهادة موحدة إنجيلية، كتابية، مسيحية، ووجود هالتراثات المختلفة كانت سبب، يعني كانت بتحتاج للاشتراك بغنى الوحدة الكنسية يلي منعرفها من الكنيسة الأولى. فما في شك إنه كان عندهم فكرة رائعة عن ضرورة وحدة الشهادة المسيحية وتعاون التراثات الكنسية. هل هاللقاء بين هالكنائس عطي تقدم مع الوقت؟ يعني تقدمت يعني المجلس كنائس الشرق الأوسط تقدم بتفكيره، بطريقة عمله، بمنهجيته، لأنه صار فيها
الاتصال والانفتاح على الآخر عطي مفعول إيجابي ودفش الأمور لقدام؟ ما في شك إنه عطي مفعول إيجابي. بالعلاقة التي ولدت بالعلاقات الكنسية، أكيد الكنيسة الكاثوليكية ما كانت تتعاون مع الأرثوذكسية، الأرثوذكسية ما كانت تتعاون مع الإنجيلية، الإنجيلية يجوا يبشروا الكاثوليك مثلا، يجوا يبشروا يعني صار الكاثوليك بده يبشروا الأرثوذكس. الحقيقة مجيء الإرساليات المتنوعة من كل الطوائف، قديش اجانا ارساليات من روما بدهم يضموا الكنيسه تكون تحت السلطان البابا، الارثوذكس من روسيا حتى اجت كمان. ما في شك. فالتطور يلي صار بسبب وجود المجلس تطور وحد الشهاده المسيحيه وخلى فيه تعاون مشترك. يعني لما بنفكر بالنشاطات الكنسية، إن كان عن طريق المرأة بين النساء، إن كان بين الشبيبة، إن كان بالتربية المسكونية، هذا كله كان نتيجة وجود المجلس ونشاطه. أنا بقول إنه مرق المجلس كمان بمراحل طلعة ونزلة، في صعود وهبوط، في صعود وفي ما بدي أقول هبوط، بس صعود أقل. صعود بطيء. فالمجلس ما في شك كان ضرورة وخلق حالة معينة جيدة انعكست إيجابياً على كل الكنائس بدون شك. ما كنا نحكي، أنا بتذكر كنا ب اجتماع اخذنا طلاب اللاهوت مثلا، هلا بنحكي عن اللاهوت بعدين، واجتمعنا بالكسليك مع طلاب لاهوت تانيين، في طالب لاهوت اجى لعندي وقال لي هي اول مره بقابل حدا انجيلي. وهن بعاد عن بعضهم مسافات نص ساعه بالسياره يعني، وحتى ما بدا حتى جاره يمكن بعد لقيت هو الانجيلي، حتى يمكن يكون كانوا من نفس المنطقه. صحيح. بس ما كانوا بيعرفوا بعض أو مش منفتحين على بعض. فالعلاقات اللي خلقت علاقات إيجابية بدون شك، لأنه الكنيسة هي كنيسة واحدة، هي جسد المسيح، لها رأس واحد هو المسيح، ومثل ما أعضاء الجسد كل عضو بالجسد بيشتغل بطريقة معينة، الإيد بتشتغل بطريقة، العين بتشتغل بطريقة، ما في حدا بيقدر يقول يحل محل حدا او افضل من حدا، او انا مش عايز ايدي، او انا مش عايز اذني، او انا مش عايز عيني. بدنا نشتغل كلنا بوحده مترابطه مبنيه على الايمان بقيامه يسوع المسيح من بين الاموات وارساليته يلي اعطاها للتلاميذ حتى يحملوها، وهي كل الخدمات الإنسانية، أعمال البر اللي عملها المسيح، انعطت للكنيسة حتى تعملها. الملاحظ أنه بهالمجلس في دور للنساء، يعني أنت كنت موجودة بهالمجلس من تقريبا شبه بداياته أو بعد فترة قصيرة، يعني أعطي مكان للمرأة، أعطى مكان للمرأة بالأول. برنامج المرأة كان كتير بسيط، يعني موجودة بالكنائس، لكن لأنه عادة بالقيادة ما في نساء، يعني دائما بكل هالكنائس هم الرجال أساقفي وأخوارني وأمطرين تماما. لكن فكرة عمل المرأة بالكنيسة بلش بشكل كتير بسيط حتى بالمجلس. يعني أنا لما جيت على المجلس كنت الوحيدة يمكن بالمجلس؟ لا، ما كنت الوحيدة، كان في وحدة مصرية اسمها رينا مسعد كانت مسؤولة عن البرنامج اللي سموه برنامج المرأة. أنا جيت واستلمت قيادة هالبرنامج، برنامج المرأة، تقريباً 10 سنين.
وبدي أقول لك إنه في البداية كانت توصلني أخبار من مطران هون أو مطران هونيك إنه ببرنامج المرأة مش لازم نحكي عن رسامة المرأة. كانت توصل لي هذا موضوع مش للبحث، كان ممنوع التطرق إليه، إنه نحن ببرنامج المرأة ممنوع نحكي فيه. على كل حال برنامج المرأة ساعد المرأة كتير حتى تتأكد من الإيمان الكتابي إنه هي موجودة جنبا إلى جنب مع الرجل، ما بيمتازوا عن بعض إلا بما يعطي يسوع لكل واحد ويدعوه لخدمة معينة. فبرنامج المرأة بالمجلس تطور كتير وصار علاقات كنسية نسائية، اكتشفنا بعضنا ولقينا انه نحن كتير منقدر نتعاون مع بعض ومنقدر نطالب مع بعض بالوصول لفرص الخدمة. نحن بدنا نخدم بالكنيسة، عندنا مسؤولية مثل ما عند الرجل مسؤولية، عندنا إمكانية مثل ما هو عنده إمكانية. وبرنامج المرأة اشتغل ببناء الكنيسة المحلية من داخلها، قديش المرأة اللي كانوا يعلموا، النساء اللي كانوا يعلموا بذلوا يعني نشروا الروح المسكونية بين الطلاب. أنا بتذكر كنت اشتغل مع سير وردي المكسور، هي مارونية، راهبة مارونية، كنا نروح ونحكي مع الطلاب بالمدارس عن بين كنيسة لكنيسة تانية، هاي التربية المسكونية كمان خلقت جو بين الناس العاديين بين التلاميذ. برنامج مجلس الكنائس خلق برامج للشبيبي، الشبيبي ما كانوا بيعرفوا بعضهم، صاروا يعرفوا بعضهم، صاروا يشتغلوا مع بعضهم، صاروا ينتجوا مع بعض. وكل عمل إن كان برنامج التربية المسكونية، إن كان برنامج المرأة، إن كان برنامج الشبيبة، إن كان برنامج أي نوع من الخدمات، كان شهادة موحدة للكنائس. فالفضل بيرجع لدعم المجلس. ويعني أنا إذا بقول لك ببرنامج المرأة، يمكن بالأول المرأة بهذه الكنيسة بتعرف كتير قليل عن مرأة بهذه الكنيسة، صرنا بنعرف بعض وخلقنا علاقات مش بس على المستوى المسكوني المحلي لكن على المستوى المسكوني العالمي. وأنا بتذكر أنه المجلس هو يلي بدأ ما يسمى بالاشتراك عالمياً مع يوم الصلاة العالمي. يوم الصلاة العالمي للمرأة أسست النساء بأمريكا بلش، بعدين امتد لكل العالم لما لبنان انضم لهالبرنامج، برنامج يوم الصلاة العالمي. يوم الصلاة العالمي هو حركة نسائية للصلاة، وبدأ بزيارة بعض نساء الكنيسة بأمريكا لمراكز يلي كانت تنحجز فيها اللاجئين اللي رايحين على أمريكا. ما كانوا يقدروا يفوتوا على أمريكا دغري، كانوا يحجزوهم بجزيرة قريبة من نيويورك حتى يلاقوا لهم محل يبعثوهم عليه من ولاية لولاية. مجموعة من الكنيسة المسيحية زارت جزيرة هالسنتر لهاللاجئين هدول، وشافت قديش عم يتعاملوا بظلم وبعدم احترام. قرروا انه يعينوا يوم للصلاة من اجل المغفرة والمسامحة على الظلم يلي هالمهاجرين اللاجئين عم يتحملوه، والصلاة من أجل روح جديدة، أبواب جديدة للاجئين. وهذا صار
حركة صلاة عالمية للمرأة، وتطور بطريقة أنه مش بس بدنا نصلي لهالوضع يلي شفناه بأمريكا، لكن قديش فيه لاجئين، قديش فيه ظلم، قديش فيه حاجة بدولنا بالشرق الأوسط. وفي كل سنة مجموعة من النساء بتحضر برنامج الصلاة العالمي. مثلا السنة كانت امرأة فلسطينية كتبت البرنامج، فكانت الصلاة مركزة على فلسطين. 2003 كانت الصلاة مركزة على لبنان، لأنه لبنان حضر البرنامج. وهالبرنامج اللي بتحضره مجموعة كنسية ببلد بتصليه كل نساء، ملايين من النساء بالعالم. هل فقط يعني الاتحاد بين الكنائس يقوم فقط على الصلاة، ولا كمان في عمل فعلي على الأرض؟ يعني بدون شك الصلاة صلاة عاملة فاعلة، مش بس منصلي، لكن we raise awareness عن الظلم الموجود، ومنطالب بالعدل، ومنطالب بالمسامحة، ومنطالب بالمحبة، ومنطالب منقوم بخدمات اجتماعية. هذه واحدة من الحركات العالمية يلي برنامج المرأة بمجلس الكنائس انضم لها. في حركة تانية اسمها Fellowship of the Least Coin، سامع فيها شيء؟ لا. حركة العملة الصغيرة. كان في مجموعة من النساء من العالم عم بزورون، نساء بأمريكا، وهن راجعين قالوا بدهم يزوروا هالدول يلي النساء بهالدول اللي بيمرقوا فيها، وين الطيارة بتوقف. كان في بدهم يوقفوا بالهند، في ما بعرف وين، بس امرأة هندية من هالمجموعة ما سمحوا لها تفوت على هالدولة لأنها كانت هندية. قررت إنه تبتدي حركة نسائية عالمية للصلاة وتجميع القروش من أجل مساعدة البرامج النسائية وبرامج الأطفال وبرامج كنسية. فبصلي أنا اليوم شو القرش اللي معي، أصغر قرش، العملة الصغيرة، أصغر قرش بجمعه بحطه بصندوق. وتجمعت ملايين القروش، وتنظمت إنها تروح على سويسرا على للجنة معينة مسؤولة عنه. وهالحركة تجميع هالقروش الصغيرة ساهمت بمشاريع بكل العالم، مشاريع كبيرة بقروش صغيرة. كانت مشاريع كبيرة بقروش صغيرة تماما، مشاريع بين الأولاد، مشاريع بين النساء، مشاريع بين اللاجئين، مشاريع بين الفقراء والمحرومين. هذا بسبب وجود مجلس الكنائس يلي صار فيه برنامج المرأة، وهالبرنامج صار عنده هالاتصالات عالميا بحركات متنوعة. أنا بس ذكرت حركة العملة الصغيرة Fellowship of the Least Coin World Day of Prayer، بس فيه علاقات كتير تطورت بين عالميا. طيب على مستوى الشرق الأوسط المرأة هي شوي يعني ما دون الرجل بالحقوق، هل بتشتغلوا كمان على تغيير نوعية الأنظمة، مش كأنظمة كقوانين تختص بالمرأة، لأكثر يكون عندها مجال تكون عندها حقوقها الكاملة؟ بالتأكيد، بس بنشتغل عن طريق الكنيسة. بس لما بنشتغل عن طريق الكنيسة ونحن ننتمي لكنائس متنوعة موجودة بالمجتمع وعم تعاني ظلم المجتمع، عملنا هو تشجيع المرأة على الإيمان بقدراتها وإمكانياتها، وإن الطالب بمراكز قيادية تعمل فيها تأثير بالمجتمع. وكثير وصلت النساء لمراكز قيادية بالمجتمع بسبب تشجيع البرامج النسائية محليا وعالميا. فيعود الفضل لمجلس الكنائس يلي أسس هذا.
مجلس الكنائس ما كان أول مجلس بالعالم. كان في مجالس كتير بدول تانية، لأنه الكنيسة تحتاج إلى أن تعطي فرص للشهادة، فرص لنمو الإيمان، فرص للخدمة الاجتماعية، فرص لشهادة موحدة مسيحية. طيب اليوم نحن يعني بهالشرق في موجود نساء في الأرياف، يعني بحاجة هن لدعم لفتح مجالات عمل جديدة كإنشاء مصانع أو إنتاجات منزلية، منتجات منزلية تباع بالأسواق، تكون عندها مدخول ومردود، تكون وضع الاجتماعي أفضل. هل المجلس بيساهم كمان بهيك مشاريع يعني لتمكين المرأة اجتماعيا؟ تمكين المرأة اجتماعيا منو برنامج المجلس، بس برنامج المجموعات الكنسية. أوكي؟ مجموعات النساء الكنسية، كل امرأة في كل كنيسة تعمل على بناء شخصية نسوية خدماتية قادرة أن تقف على إجريا وتساهم بالعائلة، تساهم بالكنيسة، بالمجتمع. مشان هيك كتير فيه نشاطات ضمن الكنيسة بتقوم فيها المرأة من أجل مساعدة المحتاجين والفقراء. فالمجلس ساهم كتير بتشجيع المرأة على الخدمة ومطالبة المرأة بالحصول على حقوقها في القيادة المجتمعية وبالقيادة الكنسية. هذا السؤال كنت بدي أسألك فيه، هل يعني عم نطالب المجتمع، بس هل طلبنا الكنيسة أن يكون عندها مناصب قيادية في الكنيسة قبل ما نطالب المجتمع المدني؟ كثير، وهذه كانت مطالب أساسية. مشان هيك يعني هلا في نساء كثير وصلت، يعني تقريبا ما بقى في لجنة كنسية خالية من امرأة. ما في. وصلت لمراكز صنع القرار، لكن الكنيسة بكل أسف تتأثر بالمجتمع أكثر ما بتأثر فيه. نوعا ما كنائسنا الشرقية ذكورية هي، يعني من كل بد، فبتتأثر بالمجتمع أكثر ما بتأثر بالمجتمع. بدل ما تغير المجتمع، دخل المجتمع للكنيسة فيما يخص المراكز القيادية للمرأة. فنشتغل قد ما بنقدر. فالمجلس، برامج المجلس النسائية الشبابية، التربية المسكونية، عمل كتير كان بقع الضوء بهالناحية. بس مثل ما قلت، المجلس حياته وخدمته كان فيها شو أهم المعوقات اللي كانت، يعني شو أهم المشاكل اليوم بيواجهها المجلس بهالدول الشرق أوسطية؟ ربما تتعلق ب قيادات سياسية، تتحدد إمكانيات الكنيسة بالقوانين المجتمعية. مثل ما قلت، بدل ما الكنيسة تدخل للمجتمع، دخل المجتمع للكنيسة، وهذا أحد المعوقات في التقدم، في تقدم خدمة الكنيسة وتأثيرها الإيجابي الذي كان يمكن أن يكون. في تفاوت بنظر بعض الكنائس إلى المرأة، يعني في كنائس تعطيها أن تقدر تكون هي بمركز القيادة الروحية، بينما في كنائس ترفض كليا أنه تكون المرأة في مركز القيادة. يعني كيف بتقدروا توفقوا ما بين هالنظرتين اللي هني موجودين؟ بدنا نشتغل على هيدا، وبدنا أكيد. هلأ أنا بنتمي لكنيسة إنجيلية، ما بلاقي صعوبة بالدخول لأي منصب قيادي بالكنيسة، بينما بعرف أخواتي بكنائس تانية
كل شيء بيقدروا يعملوه في مطرح توقف خلص، يحضروا القهوة يوم الأحد للجماعة، أو يهتموا بالأطفال بالكنيسة، أو ينظفوا الكنيسة. الاهتمام بأطفال الكنيسة مهم كتير، وبفتكر هذا عمل أساسي. إذا المرأة بتنجح بتربية الأطفال بالكنيسة نشأت كل الكنيسة. المدارس الأحد، مدارس الأحد كان لها فاعلية كتير كبيرة بتنشئة الأولاد بمفاهيمهم الإيمانية الكنسية المجتمعية. ففي معوقات كتير مجتمعية متعلقة بالسياسات المختلفة والتراثات والحضارات المختلفة، بس we cannot give up. We have to work. We have to work. في كنائس كتير منفتحة وكتير بتقدر إمكانيات المرأة وبتعطيها فرص حتى تستخدمها. في كنائس بعدها محافظة كتير بتتبع أو بتتذكر قول الرسول بولس: لست آذن للمرأة أن تعلم. بتنسى أنه لما بولس قال هذا كان عم بيقوله لكنيسة كان عندها ظرف معين، كان في ظرف معين بهذه الكنيسة بحسب أنه إجا مؤمنين من برا، وكان كان في خلافات مجتمعية، يعني صار في تطرف بالمطالبة بعمل المرأة يلي خرب الجو بالكنيسة. بولس قال لهم عمهلكم، أنا لست آذن للمرأة أن تعلم في هكذا، في هكذا وضع، في هكذا حال. تتسب الأمور بنرجع إلى كثير من الكنائس لحد هلا بتقول بولس قال المرأة ما فيها تعلم، بس كثير في من الكنائس يلي تثقفت كتابيا وتوقفت عن كلام من هذا النوع، بس بعدها متأثرة بإعطاء الفرص القيادية. برأيك شو التطلعات المستقبلية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بالنسبة للمرأة ودورها؟ يعني هل عنده مخطط، يعني خطة عمل عم يشتغل عليها تحققها في القادم من الأيام؟ أنا بدي أعترف أنه إلي زمان، أنا من وقت ما تقاعدت من كلية اللاهوت ما عد يعني تعاملت مع المجلس مباشرة، مع قيادة المجلس مباشرة. أنا بعدي على اتصال مباشر ودائم مع النساء بالكنيسة، مع الشبيبة، مع كل اللي بيتعاملوا، بس مش مع المجلس. ما بعرف هلا برامج المجلس، لأنه اللي مدي أنا ما عد. طيب انت من تجربتك بالهذا، شو بتلاقي لازم ينعمل على شو بالنسبه للمراه بهالشرق الاوسط؟ يعني شو اللي لازم ينشغل عليه فعلا هالمراه تقدر توصل لحقوقها وتقدر تكون؟ لازم ينعطاها فرصه التدريب والتثقيف والتمرين وفرص القياده. يجب ان تعطى المراه فرص قيادية، لكن مش قبل أن تتدرب وتتثقف. ما فيني أجيب أي امرأة أو إلا إيه روحي وعظي. بدي أعطيها فرصة. بدنا نمرقها بكلية اللاهوت عندي. أنا بآخر هاللقاء دكتور مريم خيل بدي أشكرك، على أمل أن يكون عندنا لقاء قادم. إخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء فيكم بالأسبوع القادم، بستودعكم سلام المسيح.